السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبايب قلبي في قصة جديدة وجميلة. هذه قصة اليوم، قصة رجل كان غني وأصبع على الحديدة في لمح البصر. كيف قصة هذا الرجال؟ هذا يا حبايب قلبي رجال كان طبيعي زي أي موظف متوسط الحال، لديها بيت وزوجة وأبناء، أموره طبيعية جدا. في يوم من الأيام يعني في بيته هو، تعرفون من الناس اللي مثلا يحب يتابع البناء ويتابع العمال ويتابع الشغلات هذه، تمام. سبحان الله، في ناس يعني عنده يعني ملكات عجيبة، فمن كثر ما يشوف العمال ويشوف المهندسين ويشوف كذا، صار يكتسب خبرة في قضية البناء والتصميم والأمور هذه. يعني بدأ الإنسان من كثر ما يشوف وجوه العمال في البيت كذا، أصبح بعض الأصحاب على الأخوية كذا، يا فلان بالله تعال أنا ببني وكذا، خذ هذا المبلغ مثلا 5000 ريال 6000 ريال، بس بالله تابع البناء والعمال وكذا. قال له ابشر، يعني يصير بس شغلة مشرف، يعني كأنه يعني مهندس إشراف لا أقل ولا أكثر. فما شاء الله تبارك الله، استمر هذا الولد على هذا الوضع، وأصبح يأخذ من عمارة بالثانية من عمارة بالثالثة، وأصبح عليه الناس كثير. يعني سبحان الله، الرجال انشهر اسمه، انشهر بينهم، وصار والله يطلبونه بالاسم. وبعض الأحيان كان يعتذر يقول يا جماعة والله الآن ما عندي وقت، بعد 5 شهور بعد 3 شهور أخلص من العمارة الفلانية أجيك، زي كذا يعني. وربي فتح عليه، صار رجال يجي خير من هذا 5 هذا 10 هذا 20، المهم الرجال عين خير. سبحان الله العظيم، وربي ينعم عليه ويصير رجل من الأثرياء. ربي فتح عليه، صار عنده خير، اللهم صل على النبي، أموره طيبة، مبسوط مع الإخلاف. وكمان كان الرجل يعني ما شاء الله تبارك الله، كان رجل خير، كان يعني صراحة يساعد الناس إذا سمع أو واحد بلغه أن فلان محتاج، فلان مضطر، فلان مسجون في دين، يعني كان صراحة إنسان سباق الخير، ما كان قصر على أحد. المهم الرجال استمر في أمور العقار والشغل ذا والأمور الطيبة، ماشي أمور الحمد لله، ومن نجاح في نجاح، إلين يوم من الأيام ويجي لك يتعاقد مع شركة، ويتعاقد معاها ويدخل مع الشركة هذه دار شراكة وزي كذا أو مساهمة، ويدفع اللي وراه واللي قدامه في الشركة دي. قال يلا بي ما دامني كذا خليني إن شاء الله أقب مرة واحدة أطلع مرة واحدة. فلما وضع فلوسه كلها في الشركة، سبحان الله العظيم، وتطلع لك الشركة نصابة، تطلع شركة نصب احتيال، والله لا شركة ولا بطيخ ولا شيء. جاء الآدمي يبغى يشوف فلوسه ويشوف علوم ويشوف، قال يا أبويا الله يعوض الخير، خلاص ما لك شيء عندنا يا عالم، يا هو خلاص ما قدر موقع وقدر، يعني ما يقدر عليهم شكوى ولا شيء، خلاص حق ضاع. طبعا هو من أول قدو يعني في أرض هي قد أخذها مع الشركة، وهو ضار قدو ما أخذها زي الرهن من البنك وزي كذا، وعلى أساس أنه بيسدد الآجل. يعني الرجال أصبح يعني في الموضوع ذا خسر الآن وأصبح مديون. هل ما أبغى أدخلكم بالتفاصيل، لكن العبرة من القصة. طبعا الرجال هذا كان وقتها متزوج ومع عياله وكذا، فصار مسكين يفكر، الآن أنت صرت على الحديدة لا فوقك ولا تحتك، صار يفكر قال الآن لو حجزوا على ملاكي، وما يعني ما ظل معاه إلا البيت والسيارات بس، ما عنده غيرها. فقال الآن لو حجزوا الله بياخذون البيت ويروحون عيالي في الشارع وتورط. فقام طوالي راح ويسجل البيت والسيارات باسم زوجته على طول، قال يا أبوي خليها باسمك إلينا الله يعدي علينا وتفرج الأوضاع ذي. المهم مسكين الرجال يعني ظل في حالة صعبة جدا. والظاهر أنه بعد كذا لما نادوه المرة في المحكم كذا وطلبوه، يعني البنك أخذ حقه طبعا من الأرض هذه اللي كانوا يبغون يقيمون عليها هو والشركة مع بعض. وبعد كذا قام هو مرة ثانية، وكان في شرط جزائي بينه وبين البنك إنه في مبلغ 25,000 وكذا، فما كان يقدر يدفع، ما عنده ولا شيء. وكان الظاهر نزل عليه كذلك أمر قبض،
والله العظيم الورطة. طيب الآن إيش يسوي؟ الرجال بدأ يتهرب، بدأ يبتعد، بدأ يحاول إنه يروح عند أقاربه وعند كذا، ما يبغى يظهر في الصورة من يوم بدأوا يعني جابوا له يعني أمر قبض وكذا. طيب تخيلوا هنا الآن زوجته إيش سوت؟ إيش تتوقع تسوي؟ هل وقفت معه ولا لا؟ زوجته طوالي أول ما جاء أمر القبض بتروح يا حبيبي المحكمة وترفع قضية طلاق. يا حبيبي يا سيدي، قالت والله بهذا لا فوق ولا تحت ولا مفلس ولا يقدر يصرف علينا ولا. طبعا الزوجة من ناحيتين عاد ما ندخل انها صح ولا غلط، يمكن مسكينة ما خلاص يعني ما بي حد يصرف عليهم، وممكن غلط انها تصبر، الله العالم. هذا الشيء في النهاية كلها يعني بقدر الله سبحانه. فالشاهد ان زوجته هنا تركته الآن، خسر كل اللي عليه، راحت سيارته وبيته، الرجال لا عاد لا فوق ولا تحت. راح الرجال عند أخو يا له يعني ناس شرواكم، ناس يعني خيرين وطيبين، راح لهم قال يا جماعة الخير أنا وضعي واحد اثنين ثلاثة وانتم زي ما انتم شايفين، وأنا الآن علي أمر قبض، دبروني، شوفوا لي بيت، شوفوا لي شقة، شوفوا لي أي مكان اتوارى فيها لين اسدد ديوني هذه اللي علي، اللي مطالبتني فيها مطالبني فيها البنك. قال له واحد من اخوياه، شوف يا حبيب قلبي انا عندي يعني خارج المدينه في عندنا سكراب اللي هو محل التشريح، هذا تشريح السياره، تشريح السيارات. قال في عندنا تشريح سيارات ما شاء الله كبير، وعندنا هناك غرف يعني اماكن طيبه نظيفه كويسه، روح هناك ولا تشيل هم، بعطيك المفتاح واوصي عليك، لان يعني في نفس التشريح او السكراب ذا في هناك في عمال الضامن الجنسيه الافغانيه وكذا او باكستان، المهم وراح اوصيهم عليك ولا تشيل هم ولا تخاف ولا شيء. فراح عند هذا الولد، راح عند السكراب ذا، وصل هناك اعطوه غرفه، اعطوه مكان، اعطوه كل شيء. هذا قدم وصي العمال، قال الرجال اي شيء يبغاه، قليل كثير فلوس اكل شرب لا تقصرون عليه. قالوا له ابشر مره لا تشيل هم. المهم يا حبايب قلبي الرجال بقي في السكراب هناك مع العمال يعني متواري يعني عشان قضيه امر القبض والقبض والكلام ده، ما يقدر يطلع الشارع ويروح ويجي ويمارس حياته طبيعي. لما جلس مع الافغان هذول سبحان الله العظيم، الرجال مخه نظيف، فلما جلس معاهم وشافهم يجيبون السيارات المصدومة، السيارات المقصوصة، الأمور هذه، وشافهم يبيعون يشترون، شاف الشغلة فيها ذهب، شاف الشغلة فيها فلوس، والولد من أول مخه نظيف. فسبحان الله العظيم الله عز وجل فتح عليه في هذا الموضوع. صار الولد شوية شوية يشتغل مع الأفغان ياخذ نسبة، شوية شوية كلم واحد من أخوياه من أصحابهم دول، قال فلان أبغاك تعطيني فقط 10,000 ريال. قال ابشر هذه 10,000. فلما اعطى 10,000 ريال بدا يشتغل هو لصالحه، بدا يجيب سيارات، بدا يشتري، يودي يجيب يبيع. بعد يمكن شهر او شهر ونص او شهرين نادى خوي ذا، قال تفضل حبيبي هذه 10. قال لك ايش فيك باقي بدري ليش تعطيني؟ خليها معك وقت ما تيسر. قال انا الحمد لله طلعت اضعافها 3 مرات الله يجزاه خير. المهم الولد ربي بدا يفتح عليه، الولد صار يجيب اللهم صل على النبي، صار يجيب الظاهر من الامارات او من دول الخليج، صار يجيب بعض السيارات اللي تكون مقصوصه وكذا، يعني صار يشوف الشيء اللي هو يعني عليه طلب وعليه كذا. فيوم من الايام صار يكلم واحد من اخوياه، صار يقول يا فلان انا الان ما عاد ابغى اجيب من الدوله ذي، ابغى اجيب من الدوله الاصل عشان تكون علي اوفر وارخص علي. فصار الولد صار يجيبها من اليابان، صار يجيب السيارات المقصوصة هذه والحاجات يعني اللي بس اللهم يبغى لها بس تعديل وسمكرة وبوية ويركبونها في السيارات. فصار الولد يجيب من هذا الدول، صار هو على طول دايركت ياخذ من الدولة هذه على طوالي على نفس البلد اللي هو فيه وشغال. وسبحان الله يوم بعد يوم يوم بعد يوم يوم بعد يوم والله صلي على النبي، ويصبح الوكيل الرسمي. ف
في المنطقة ذي، أصبح وكيل رسمي في استيراد السيارات اللي هي تكون زي كذا مقصوصة وفيها تعديل أو الأمور هذه، أصبح هو اللي يغطي المنطقة اللي هو فيها والمدينة اللي هو فيها. فسبحان الله يعني الله عز وجل أغناه وأكرمه وفتح عليه الدنيا، وبعد كذا ربي عوضه وتزوج سبحان الله العظيم، كان يعني كان فيها خير له، فربي فتح عليه وهو رجال خير أصلا من أول، وأصبح أيضا يعني نفس وضع الأول ما يقصر على الناس اللي محتاج اللي كذا اللي كذا. يعني هذا القصة يعني حقيقية ما والله لا من وحي الخيال ولا هي فقط يعني لبث الأمل في النفوس، ولكن في ناس سبحان الله تلقى في داخله عزيمة وإصرار وتحدي، وإنه مهما انكسر مهما تكسرت مجاديفك تعلق بالله عز وجل، وخلى الأمل في الله عز وجل كبير، وإن الله عز وجل لن يخذلك، وإن الله عز وجل هو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، ولكن لازم تري من الله عز وجل يعني عمل، لازم تعمل، لازم تبذل كل ما في وسعك من جهد من تعب من إصرار من تحدي، تأكد أن كل شيء راح يجي لكن في وقته. الله يعني يقدر كل الأمور، ولكن لا تستعجل في النتائج، زي المزارع لما يتعب ويحرث ويحصد ويوضع السماد ويوضع البذور ويحمل الأرض، ينتظر، هو لازم ينتظر، ما بيطلع الغرس في يوم وليلة. بعضهم النتاج يكون بالعام، يكون الخراج سنوي، فما يستعجل النتائج. هذه يا حبايب قصتنا اليوم، نهاية قصتنا اليوم، وإن شاء الله ربنا تكون سعادتكم ونفعتكم. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون الاشتراك والتعليق في القناة، وفي أمان الله، مع السلامة.